بعد ان تحدد يوم الزينه للقاء السحره وموسى بدات دعوه الناس للتجمع ليشاهدوا فوز السحره على موسى وفي ساحه المواجهه والناس مجتمعون وفرعون ينظر حضر موسى وحضر السحره وفي ايديهم كل ما اتقنوه من السحر والالعاب والحيل ورمى السحره عصيهم وحبالهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فاذا المكان يمتلئ فجاه بالثعابين فنظر موسى الى حبال السحره وعصيهم وشعر بالخوف فقال الله له لا تخف والق ما في يمينك وستهزمهم اطمان موسى والقى عصاه فتحولت الى حيه التهمت كل ثعابين السحره فالقي السحره سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى هز استسلام السحرة العرش من تحت فرعون وهو الذي جمعهم لإبطال دعوة موسى وهارون لرب العالمين فسأل فرعون السحرة في غضب آمنتم به قبل أن آذن لكم إن فوزه عليكم اليوم كان عن تشاور منكم ثم توعد السحرة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين ولان الايمان دخل قلوب السحره لم يهتموا بتهديد فرعون لهم وقالوا له انا الى ربنا منقلبون ثم حرض المصريون فرعون على موسى ومن امن معه وخوفوه من عاقبه التهاون معهم وحذروه من ان الدعوه الى الله وحده سيترتب عليها بطلان شرعيه حكمه فاشعرت هذه الكلمات فرعون بالخطر الحقيقي على نظامه كله فقال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون فبدا موسى يوصي قومه بالصبر على البليه والاستعانه بالله عليها واخبرهم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه لمن يتق الله في هذا الوقت بدا واضحا ان فرعون لن يؤمن لموسى ولن يكف عن تعذيبه لبني اسرائيل. فأوحى الله إلى موسى أن يخرج من مصر مع بني اسرائيل وأن يكون رحيلهم ليلا. بلغت فرعون الأخبار بأن موسى قد صحب قومه وخرج، فأرسل أوامره في مدن المملكة لحشد جيش عظيم ليدرك موسى وقومه. وقف موسى أمام البحر، وبدأ جيش فرعون يقترب، وامتلأ قوم موسى بالرعب. فالبحر امامهم والعدو وراءهم صرخت بعض الاصوات من قوم موسى سيدركنا فرعون فقال موسى كلا ان معي ربي سيهدين وفي اللحظه الاخيره يجيء الوحي من الله فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فضربه ووقعت المعجزه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ووصل فرعون الى البحر وشاهد في البحر طريقا يابسا يشقه نصفين فامر جيشه بالتقدم وحين انتهى موسى من عبور البحر شاء الله تعالى اغراق فرعون وجنوده في منتصف البحر حيث انطبقت الامواج عليهم وغرق فرعون وجيشه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى